السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. شكرا فيديو جديد عن سيفل ديسنس جراند كروس الخطايا السبعة. فيديو اليوم راح نحكي عن ريد ديمن. طبعا بهاي المحاولة أنا عم حاول خلص الريد ديمن لحالي من غير مساعدة أي حدا. طبعا اول شيء هي الريورد اللي بتاخدها منه لما تفوزه، اللي هو الاكستريم. بتاخد ريد ديمن اللي هي بتحتاجها عشان تطور الشخصيه، اللي تعمل ليميت بريك لل 60، بعدين 65، بعدين 70، بعدين 75. اعتقد كل شيء، يعني كل تطورات بدها ريد ديمن، اللي هو 65 و70 و75، يعني بدك ثلاث مرات ريد ديمن. عشان هيك يعني اكثر شيء مفيد هو الريد ديمن. وتاني شيء بنجي اللي هو اساس بيعمل دمج زيادة عليه، اللي هو بان. اي بان، مو شرط والله بان معين. طبعا بنجي للفيس الاول، هو طبعا رح يكون ثلاث مراحل. اول مرحلة هي سبيشالاته، بيعمل ضربة، بيضرب الكل وبيعمل بليد، بيحرق الكل. لا سوري، هي بيضرب الشخص واحد وبيعمل بليد لفتين اللي هي بيجرحه. هي بيضرب الكل وبيعمل اجنايت. اجنايت اللي هو بصير فيه 10% دمج زيادة عليه لما يضربني تاني مرة، بس الدمج مو كتير، يعني 60%. هاي بيسحب من اتش بينا كلياتنا وبياخده له، لايك لايف ستيل 30%. وهي الالتيميت اللي احنا او هي مو التيميت حتى، هاي شو بيعمل؟ ستانس which increase اتش بي باي 50% and decrease damage taken by 30. يعني هاي شو بزود لحاله 50% من اتش بيو، وبصير بياكل دمج اقل ب 30%. هلا هي اصعب شيء راح تكون علي، ليش؟ لانه انا ممكن ما اقتله بسرعه، عشان هيك بقى راح يحطه على حاله. طبعا ما في شيء صعب كتير، هي بالضربة العادية تبعه، هي هي البروتكت، انه ما بيخليك تهيئ او هو ما بيهيل، بيستخدم على اساس سبيشال واحدة بس هو بيستخدم اكتر. هي شو بيعمل؟ اميون تو بليد بويزن شوك كوربشن، يعني ما فيك تعمله بليد، ما فيك تعمله بويزن، ما فيك تعمله كهرباء. كوربشن اللي هو انه تخليه كوربتد، اللي هو انه مثل تلوثه، بس شو هو مين بيعملها ما بعرف. اوكي، انكريس اول الاي اتاك، انكريس اول الايز اتاك باي 50% ات ذا ستارت اوف ذا نيكست تيرن اف نو دامج تيكن. يعني اذا ما ضربته راح يزود من دمجه 50% اللفه اللي بعدها. هي شو بيعمل؟ دمج decrease damage taken from ultimate move by 30. يعني هي بقلل من الدمج تبع الالتيميت تبعك 30%. هي مين قوي ضده؟ death match boss damage dealt to fairies. يعني هلا هو بيضرب الفيريز 30% زياده، وهي الهيومن اللي هو البشر بيعملوا عليه 30% زياده دمج، مثل بان يعني وجيريكو كمان. وهون increase damage taken from skill with a charge effect by 50%، اللي بيعمل شارج. هلا افرجيكم شارج، اعتقد اللي هو ignore defense اعتقد. خلينا نبلش عشان ما نطول الفيديو. هون نفس الشيء، كله نفس الشيء، بس هون سبيشالاته بتتغير شوي. هي بيضرب بليد كمان، بس هي زياده بيعمل ويك بوينت، يعني بصير بيعمل دمج اكثر على الديباف. الديباف اللي هو عليه مثلا بليد او اجنايت. هون بيعمل التيميت كتير كتير قوية، 300% من دمجه على كل الانمي. خلينا نشوف هلا اذا بنقدر نختمها ولا لا. طبعا تيمنا عبارة عن، اعتقد رح اغير تيمي شوي، رح احط بدال هاد، هذا مفيد، بس رح احط مكانه اعتقد بنجرب هاي. مثل ما انتم شايفين تيمنا عبارة عن جوثر، مارلين، وجيريكو. طبعا ليش حطيت مارلين بدال كينج الازرق؟ انه مارلين بليفل واحد فيها تجمده، اما كينج بليفل اثنين في يعني برانك اثنين من الكارت تبعه في يحجر. هلا بنمشي على الجير. الجير اللي حنحطه هو هذا، جيره ظابط. بنيجي لمارلين بنحط له هذا الجير اللي هو اتاك. طبعا كريت مو مشكله، انا لسه ما زبطت الجير تبعي. بنروح فول اتاك على جيريكو، وهي جاهز جاهز الجير تبعها. هلا صار 129، 160 هو. خلينا نجربها مو مشكله. هلا شو بناكل اكله؟ بناكل شيء زياده،
لايف ستيل ما بعتقد لايف ستيل يساعدنا انه نحن عندنا اتش بي. شو بتعمل هاي؟ كريت شانس، نزود كريت شانس تبعنا ونخلي خلينا نجرب لايف ستيل بس نشوف حتعمل دمج قوي ولا لا. طبعا هو راح يلعب قبلنا انه 160، خلينا نشوف، حنجربها مرتين، زبطت زبطت ما زبطت. اوكي اول مرة خسرنا لانه ما عم يطلع لنا كان اللي هو تجميد، يعني اول يمكن 4 دقوق ما طلع لي ولا واحدة تجميد غير الاولى اللي باخذها من الاول، مشان هيك بعدتها وقمت اللايف ستيل وحطيت كريت دامج. ما بعرف ليش حطيت كريت دامج، هي لقيت ابو الشي. هلا هي اهم شيء انا عندي بهاللعبة او بهالمرحلة انه يطلع لي تجميد كثير. ليش؟ لانه هو هلا طبعا اول شيء راح يضربنا 100%. شوف لما يضربنا شو بيساوي، بحط على حاله دفاع وهجوم، سوري دفاع و اتش بي. اول مرحلة الفيس 1 اللي هو لما يكون على 3 قلوب، شوفوا هي الصورة على اليسار، بحط لحاله 50% اتش بي و30% دمج اقل. مشان هيك لازم حط عليه تجميد مشان نشيلها. انا ما بعرف كم لفة راح تضل هاي، مشان هيك لازم قيمها، مشان هيك بقى استخدم التجميد هون. طبعا الحمد لله طلع لي تجميد تانية. هلا بدي احاول اضربه. طبعا اول لفه ليش ما ضربته؟ انه الدمج اللي حامله حيكون قليل، مشان هيك بقى لانه عليه دمج ريدكشن اللي هو راح ياكل اقل دمج. مشان هيك بقى اول اذا انتو راح تلعبوها لحالكم حاولوا دائما انا اول لفه تروحوا سبيشالات اللي ما بدكم اياها او اللي ما بتعمل دمج الغير مهمه. هلا راح اضربه ضربات العاديه طبعا وجمده، ولا ما حجمده؟ لا لازم جمده. اوكي. هلا انا شو سويت شغله، انا سوري انه هلا هذا صورته وهلا عم احكي فوقه. شو عم اعمل؟ عم حاول دائما خلي التجميد للمرحله اللي هو راح يعمل فيها، يرد يحط مره تانية دفاع وهجوم، سوري دفاع و اتش بي على حاله. عشان هيك دائما بخليها لوقت معين، ما بستخدمها دائما. وخاصه ليش؟ لانه هلا هي اللفه راح شغلت الالتي بقى، ممكن هلا احاول اقتله. طبعا هلا عم فكر انا كنت استخدم الرانك اب وحط على حق وحط له تجميد بعدين اضربه ولا اضربه فورا. بقى هلا بشوف شو سويت انا هون. بعتقد ضربته فورا، ايوه ضربته فورا. انا في مشكله كمان، حتى لو كنت عم تلعب لحالك ما فيك تعمل ريسيت للكروت، يعني الكروت ما فيك تسحبها مره تانية وترجع تحطها من اول جديد. لا يعني وانا طبعا كنت عم العبها، ليش يعني كنت عم العبها لحالي على اساس في مهمه انه لازم تلعب الديمنز او الشياطين لحالك عشان تختمها لحالك. بس هلا بشوف نهايه الفيديو شو صار، اخذت خلصتها ولا ما خلصتها. بقى هلا بنضربه اي ضربه بنقتله فيها، بقى عم شيك بقى عم روح سبيشالاتي اللي ما بدي اياها، وبنفس الوقت عم حاول كمل سبيشال او اعيد من اول وجديد سبيشال جيريكو. هيك هلا ما علي ولا ديباف، انه هو بيحط عليه كثير ديباف، يعني بيحط اجنايت بيحط بليد، بقى مزعج هو خاصه انه بتضل لفه، يعني لفتين او 3 لفات احيانا. بقى هلا بدنا نحاول نستخدم الالتي عليه اول شيء مشان نروح له اتش بيو، ايوه بعدين نستخدم واحدة من جيريكو واعتقد ونجمده. هيك ساعة اللفة اللي بعدها اذا بدي بستخدم ال، بس انا كنت عم افكر بشغلة انه خلي الرانك بين مشان اذا طلع لي تجميد استخدم عليها. شوف الكروت اللي طلعوا لي يعني هاي اللفة ما لها داعي من الاخر، هاي اللفة ما لها داعي. بقى يلا خلينا نشوف شو حنصير. اعتقد ايوه استخدم التالتة، استخدمهم كلهم، خلي عندي الرانك اب. هلا هو شوف حلو الرانك اب، بس شو المشكلة انه هاي اللفة يعني فيك تقول راحت على الفاضي. هو اخيرا اعطوني تجميد، هلا اشوف ممكن ساوي شغلة. خلينا نشوف، هلا هو عم يضربني حط علي بليد مرتين، بس طبعا بتنحسب مرة واحدة ما بتنحسب مرتين. هاي بليد كمان، يحط بليد على شخصين. هاي اللي بليد عملكم عليه انه هو هلا شو كل دم كل دق راح ينقص من دمي 80% من الدمج اللي عمله عليه. يعني خلينا نقول مثلا عمل عليه هو 1000، راح ينقص 800 من اتش بي.
هاي استخدمت الالتي عليه ليش؟ مشان روح ال الالتيميت تبعاته ما يعمل التي. هلا للاسف ما طلعنا تجميد، بنحاول شو نعمل رانك اب ونعمل سبيشالاتنا بسرعه مشان نجيب الالتي. انا هلا الدق الجاي راح تجهز الالتي تبعي تبع جيريكو مره تانية، ومنه هلا بنعمل دمج يعني جيد. شوفوا يعني 48 ممتاز مو سيء. هاي اجاني رانك اب 2. هلا شوف طبعا شو صار عندي، هلا رانك اب 3 اللي هي رانك اب 3. شو بتعمل؟ مو بس بترفع لي كروتي، لا بتعطيني اتاك ودفاع وهجوم، يعني كتير كتير قوية الحركة هاي. بهلا عم شوف حالي انا عم موت، يعني شوف الحمد لله للحظة كنت ميت. ولو ما عندي بالسب، شوفوا ليش فايت السب، لو ما عندي بالسب ريد اليزابيث اللي هي الهوستس الحمراء كنت متت. بقى هلا خلص لازم اقتله. بستخدم بقى ليفل 2 من التجميد والالتي. ليفل 2 بتعمل 80% دمج زيادة، بس احسن ما اموت. هلا الثالثة بتعمل 200، اما الثانية بتعمل 80%. يعني هلا لو دمجي شوفوا مات، يعني خلينا نقول مثلا انا المفروض اعمل 300، راح اعمل 380، هيك بحدود 380 ما بعرف بالضبط، ماني آلة حاسبة سوري، يعني ما بعرف بالضبط قديش، بس يعني هيك تحسبوه انه 80% زيادة راح تعمل دمج. هلا عندي رانك اب وعندي سبيشال جيريكو ليفل اخير. هلا بنحط على حالنا الرانك اب عشان ناخذ اتاك ودفاع وهجوم، سوري هجوم ودفاع ودم، وبنعمل سبيشالاتنا التانية مشان نجيب التي جيريكو بسرعة مرة تانية. شوفوا هلا سبيشال عم تعمل 41,000، طبعا هذا يعني دفاعه اقوى لسه، دفاعه يعني 10,000 و اتش بي 373,000، يعني قوي مو 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 سهل. هذا هو اللي على اليمين. هلا الفيس الأخيرة هذا اللي على اليمين، الفيس الأول هو اللي على اليسار. شوفوا هلا عمل علي شغلة، هلا عمل ديفنس واتاك. ديفنس طبعا مو بزود من دفاعه، لا لا ضربتي راح تصير أقل، بس اما راح يزود الاتاك 50%، يعني يزود لحاله هو، يعني صار هلا اتاكه 40,000، لا كمان 100%، هاي 100%، يعني اذا اتاكه 20,000 سوى 40,000، يعني ممكن ضربة منه تقتل. طب نحاول هلا نشيل له اياها فورا، عشان هيك انا خليت معي هاي واستخدمتها، اضطريت استخدمها، انه ممكن يقتل لي اي حدا من تيمي ممكن يقتله هلا، عشان هيك فورا شلناها هي ما بعرف اذا شغله بج ولا هي هيك تشتغل، ما بعرف التجميد انه بتشيل الباف. والله بدنا نجربها بالبي في بي. هلا ما حقدر، اذا كان عليه اميونيتي تبع ارثر الثالثه ما راح اقدر اعملها، بس على الاقل بجربها انه على واحد مثلا ليفل 2 ارثر مو ليفل 3. هلا هيك كتير كتير حلو. هلا شو بدي اساوي؟ بدي احاول سبيشالي العاديه اقتله فيها، اعتقد هيك حساوي. شو حساوي؟ نسيت انا، حط مره ثانيه. ايوه انا عم شوف هلا اذا عليه اميونيتي ولا لا. ليش؟ انه هو في الفيس 2 اذا كان عليه شغله اللفه اللي بعدها بشيلها، اما هاد ما بشيلها، اذا كان اذا ضلت عليه راح تضل عليه. عشان هيك انا شو كنت عم فكر استخدم التجميد وخليها اللفتين، يعني شوفوا بدي استخدم التجميد وخليها اللفتين، ما استخدم ما راح تروح فورا. هلا باللفه الثانيه لو كان القلب الثاني حتى لو كانت جولد ممكن يقدر يشيلها، اما هاد طلعت لا ما راح يشيلها، شوفوا راح تضل. ليش خليتها؟ عشان استخدم سبيشالاتي وممكن حاول اقتله. ليك اعطيت لحالي اتاك زياده ودفاع زياده، وبعدين ليفل 3 من جيريكو. خلينا نشوف اذا حتقتله ولا لا. عملت عليه 169,000، يعني هلا اللفه اللي بعدها المفروض يموت هو.
شوفوا لما رفعت اتاكي وهجوم اتاكي ودفاعي ودمي يعني ضل شوي، بس هلا ماتوا كلهم. بس اهم شي شو صار هلا، انا يعني مو باقي اتش بيو كتير لحتى ما اقدر اقتله. هلا بنستخدم سبيشالاتنا التنتين، المفروض هلا مات. ما مات بس صار معي التيمات. لا يموت، مو مشكلة. انا تمنيت اقتله بالصحون بصراحة. هي قتلها ولا لا؟ شوف متنكة اليزابيث، متنكة. شوف رجعت من اتش بي. هلا هو حط على حاله الدفاع والاتاك، بس لانه التيميت راح تضل تعمل دمج يعني لا بأس به، صح؟ ما راح تعمل دمج اللي انا بدي اياه، بس على الاقل راح تقتله. هي لو كان اتش بي شوي عالي ما كنت قتلته. بس وهيك فزناها. بقى هلا المفروض، طبعا شوفوا ما اخذت اللي بدي اياه، انا بدي ريد هورنز اللي هو الجرون تبعاته، ما بدي شيء تاني. ليش؟ لانه بيطور شخصياتي، بقى بدي قد ما بقدر منه. هلا بقى بنشوف اذا اخذنا المهمة اللي احنا مشان هيك عم نلعبها اصلا، وعدناها مرتين وثلاثة يمكن لحتى قدر تختمها. نفوت على الكويست شالنج، مو موجودة للأسف. معناها يمكن الجري ديمن او الكريمزن ديمن مو الريد ديمن. بس وهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبعنا. ارجو تكونوا استمتعتوا فيه، ولا تنسوا الاشتراك والاعجاب بالقناة، ونشوفكم على خير. مع السلامة.